قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هاد السوية عندي بقات عندي ساعتين مع خبرة أخرى، ما عندي شيء عليك. أنا قريب وكاتب وسي حسن رئيس وصحفي، ولكن عندكم هاد السيدة البنت عندي جبتها خصيصا لكم خولة، امرأة حقوقية منتجة سينمائية مناضلة، وراه ماشي في المسرح في السينما طوسيون، ما تجي معاك انت راه ماشي في المسرح، ماشي تابع المجد فني طوسيون. تفضل يا ميليو، مرحبا بكم وميرسي. أعطر عليه الروح وأخذت مكانه وماذا الصباح، وكان ينبغي أن أقترح اسما ليكون بجانب هذا اليوم. وفي الواقع لم أتردد كثيرا ليستضيف شابة واحدة عرفتها صغيرة مع والدها شكيب بن عمر رحمة الله عليه في هذا اليوم. كان صديقا مبدعا ذكيا مشوشا خلوقا خدوما وكثير من رؤوسكم. اذا قلت بانني لا بد ان تكون معنا خولة بن عمر، شابة كما قلت واحدة لها رؤية لها نظرة لها فلسفة في الحياة اكتشفت من خلال شريطها الأول بأنها لا تستغل في السينما هكذا، ولكن تستغل برؤية سينمائية وهي في أوج شبابها. ومن ثم قلت بأن أمام الطلبة خاصة تكون واحد الشابة لعرفت معنى الطموح، عرفت معنى التفاؤل، وعرفت أيضا عدم التضحية وأحيانا نكران الذات. إذا مرحبا بك خولة. خولة بالطبع من بلغ فجر ولادتها في مدينة الرباط الرباطية، هي ابنة أحد رواد الدراما التلفزيونية المخرج العزيز شكيب بن عمر رحمة الله عليه. ترعرعت ونشأت داخل بلاطوهات التصوير وهي حديدة السن لتجد نفسها منجذبة إلى عالم الفن والسينما والصورة عموما. دخلت إلى التلفزيون من بابه الواسع واشتغلت كمخرجة لعدد من البرامج التلفزيونية، وكانت أول تجربة سينمائية درامية التي نالت إعجابي شخصيا وحصلت على جائزة العمل الأول بمهرجان طنجة الوطني. خولة بن عمر صحفية أيضا مخرجة ومنتجة ناشطة على صعيد مجال حقوق المرأة، عضوة في تحالف المناصفة الآن، عضو مجلس إدارة منتدى جسور النسائي، عضو لجنة المراقبة والتكافؤ بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وأيضا عضو لجنة النقد المنظمة للمهرجان الدولي لفن المرأة الإسلام. هذه الشابة بهذا الكم الزاخر الجميل ما زالت في بدايتها، لكنها بداية أكيدة
وصدقوني ستطمئننا كثيرا في المستقبل في أعمالها المقبلة. الفيلم هو نور في الظلام، عنوان جميل جدا. لا أحكي القصة، ربما شفتوا الفيلم حد الزبالي 2017 في المنى فتقالي جميل، يدير واحد المقاربة ذكية عن طريق الحب، حب يبدو في الأول مستحيلا، لكن الصورة والتقنيات والرؤية والنظرة السينمائية جعلت منه مباحا وجعلت منه لا مستحيلا. مقدم نشرة الأخبار كان هو الهدف لرجل كفيف يحلم أن يكون مشتغلا في هذا المجال مع طالبة في معهد السينما، عالمان متناقضان جمعتهما خولة في فيلم نور في الظلام. مرحبا بك مرة ثانية. أول سؤال، علاقتك بالمسرح؟ كنت صغيرة وكتمشي بزاف للمسرح محمد الخامس، إذا البداية كانت في المسرح. لا لا، صباح الخير وشكرا بزاف استاذ المعيس على هذا التقديم. كان صعيب لي بطل ما كنتش معذرة عليك، وكلمات بحال هذه الاستاذ من القيمة ديالك لا بالي في تخيزي، صعيب بزاف ما ضرب بعد الكلام اللي قلتي. البداية ديالي نعم بدات بالمسرح، ماشي بدايتي انا ناشطة بعمل في عالم السينما. تربيت على المسرح حيت كانت عندنا ريتوال في العائلة ديالنا، أن الأب ديالي كان كيحمى على المسرح، كان إخراج مجموعة من المسرحيات، ولكن كان عنده علاقة مع المسرح من الخامس اللي معمرها ما تقطعت. يعني كان داير لنا واحد القانون خطا، هو أن مكاينش مسرحيات تدوز في المسرح وما يشوفوهاش. كان عندنا خرجات عائلية ديال المسرح، وكان عندنا خرجات ديال كيحطونا الورق ديال المسرح، وكيقولنا انت مشيتي شتي هادي مازال ما شتيهاش. دونك كنا كنكونسوميو المسرح كله، اللي داز المسرح من الخارج كان خصنا نشوفو، كان خصنا من بعد نرجعو للدار ونتناقشو عليه وندوزو في امتحان شي فيلم. بالنسبة لدابا نخوف الفيلم ديالك في الظلام، كيفاش كتفكر خولة في بالي الأمر في قضية التفكير في السيناريو؟ بالنسبة لي هي ركائز التركيز عليها لكتابة السيناريو أو الاشتغال بالسيناريو منذ البداية ولا منذ الفكرة، كيف كتشتغل هذه الخدمة؟ يعني كما كان طريقتي في الاشتغال ماشي منظم، سيتادير كل حاجة كل عمل كنشتغل عليه كل واحد هو اللي كيفرض عليا كيفاش نشتغل. بحال دابا في في الظلام اللي هو كان اول خطوه ديالي في السينما، ما كانش مخطط دون لو سونس او على راس كان غاب الصباحي الزوج ديالي ولا رشيد الصباحي كنكتب عليه الحصه، ومن بعد حولها الفيلم وما تمكنش انه يدير الاخراج ديال الفيلم بحكم القرار ديالي مع 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 عالم المكفوف. ف التوافق اللي لقيناه بيناتنا هو انني انا اللي شاغل على هذا الفيلم. كان بحال انا كنت كنخاف بزاف من السينما، كنت كنخاف واخا درست فيها، يمكن عمري بزاف بالميدان، وانا اللي كبرت فيه وانني عشت في عائله في البلافويات وكل شيء، تبليت البلافو، ولكن من جهه اخرى كنت كنخاف بزاف من انني عمري اللي عشت في النقد وتحليل الصوره والصوت. كنت كنتخوف اني واش غادي نقدر انني واحد النهار ندير فيلم في المستوى ديال داكشي اللي كنت اللي تربيت عليه حياتي كامله. يعني كنت ديما حتى كنبغي نزعل وما كنزعلش. جا راهو فوق فيلم من هنا قال لي انا ما درتيش الفيلم مع ابو معدة، ولا ما درتيش الخطوه الاولى ديالك مع ابو معدة. داكشي باش كان فيلم نور في الظلام فكره انتو برودكسيون انتاج ذاتي. سجلنا الفيلم، درت له إعادة الكتابة، ومن تما خرج الفيلم. من بعد اشتغلت على حوايج أخرى، بحال دابا خرجت فيلم عزارية اللي مازال ما بانش. هذا كان جاي من الواقع ديال الشتغل ديالي أنا وضعية المرأة في المغرب وعلى القوانين،
وجات في القضيه النضاليه، فقلت مع راسي علاش ما نديروش في مقاصد على واحد القانون اللي سميتو 113 اللي كاين على العنف ضد المرأة. فمن تماك في 10 دقائق حيت كان عندي افكار غير لونيون، نعاود كنبغي انا كنت باغي نهضر على قانون كيفاش انا خاوله المناضله غادي نعاود ديك الحصه وتولي فيلم. دونك بحال كنت كنلقى لي زاستوس باش تبقى حصه اللي تكون عندها واحد الحل. وهذه كانت عاوتاني جلسه بالنسبه لي باش نتاكد من يمكن الطريقه العمل ديالي في وقت الظلام واش مزيان كان ولا لا، لانه وقت الظلام كيف قال لكم استاذنا رئيس شرط عليه واحد الطريقه تخي بريسيز كو ساسوا انه فيلم بالابيض والاسود. كان عندي واحد مجموعه من الحوايج اللي دفعوني انني اتخذ هذه الاماكن للفيلم الابيض والاسود، طريقه الاخراج لي كادر لي خدمت في داكشي كامل. فملي جيت للمخرج كنت معمره تكون الخرج في حياتي، فقلت مع راسي هادي غادي تكون كانت جميله باش نثبت شنو لي شنو انا في السينما، شنو لي كيعجبني شنو لي مكيعجبنيش، شنو هما لي زوتي لي عندي، شنو لان كنظن بان احسن حاجه في اي شغل كنديرو كنعرفو راسنا بعدا هي الاولى، لان مكاينش واحد الحاجه لي تقدر تكون لك سينما هي هادي ولا ماشي هي هادي، داخل كيس كيس باس وكيفاش يمكن لك تكومونيكي وشنو عندك ما تقول. فدرت هاد الكور ميتراج، من بعد منو كيس كنشتغل على سيناريو اللي هو غاليا. ملي ديسكوتي تما ديالو حيت راسي كنكتب، حيت كنكتب وحيت راسي محترم تاع قاعدة من القواعد اللي عطيتو في المدرسة اللي كنت كنتسنى، حيت كنكتب مشيت في الكلمة والتحاليل وليزاناليز مبقاش سيناريو. واحد الوقيته لقيت راسي كنكتب كتاب، من تما كنخرج من تما ولا حصة سميتها بخيس اللي غادي تخرج تقريبا بيانتو مع لا كوازي اي شونو. رجعت لغاديا اللي هو كانت واحد الفكرة اللي كانت عندي من شحال هادي ديال واحد الحصة اللي يمكن هو منخرج فيها لي فيري باي بزاف، عاد رجعت نعاود نرجع ليها كيفاش غادي نكتبها كسيناريو. حيت راسي بدل شحال من حوايج من تما كنجلس الوقت وستيلو حتى كيفاش كنشتغل على السيناريو كنحط الحوايج اللي انا باغا نكون من الاولين، يعني ما كنمشيش سيكونس اون دو تخوا كاف سان سيس، عندي افكار دي فوا كيكونو شتي معني تاع راه انا الفيلم غادي هكا وهنايا باينه لي واحد الحاجه كنقلب بها على الطريق كيفاش نعاودها. دونك بحال كنحط لي فاليز ومن بعد كنخيط، ومن بعد شي حوايج كنكون حتازهم كتبان لي ما عندهمش بلاصه كنقول كنخدم فيهم يمكن نعاودهم في حصه اخرى بطريقه اخرى. وكنبقى بحال هكا مي فغيمون مانتنون كندير لراسي واحد القانون انني بديتو لاميتي الكتابه ديال الفيلم، درت لراسي واحد القانون انني كل نهار كنجلس كنعطي لراسي واحد المده زمنيه انني خصني نجلس قدام الكيماتور، لان اكتشفت بان اصعب حاجه واخطر حاجه عندنا في ميدان السينما الابتزاز هذا انه ما محددش في الزمن، ان لا ديسيبلين الا ما حطيناهاش راسنا يمكن نقاولو دايما حتى تنلقاو راسنا درنا والو. دونك دايما كنت انا متزوجة بمخرج سينمائي ومخرج في الدراما التلفزيوني، يعني كنعيشو نفس الحياة او كوتيديان، يعني لا فغيمون ما درناش راسنا واحد القانون في الحياة كتكون الحياة عايشة اوفر. دونك كانت هادي هي اللي كيفاش كنشتغل، انني كندير مي اوبليغاسيون، كنت كنكتب كتاب كنت معرفتش راسي هادشي شنو هو اللي كنكتب، ولكن غادي ندير راسي عندي واحد ساعة ولا ساعتين في النهار لا خصني نكتب وما غاديش نخرج، ما غاديش نحط لورديناتور تنكون وصلت لواحد 10 ديال الحاجات، سينو غادي نحط هادشي وانا ما قادش شي ليه، وكنبقى غادي الحركة باش ما نبقاش كان يمكن الاستاذ غازي تكون من العباء اكثر مني. كنشوفوا ناس بزاف اللي كنتعاملوا معاهم اللي كنعرفوهم اللي اصدقاء اللي بعض المرات كتلقى يمكن كيتاخروا او ما كيديروش شي حوايج غير حيت فيهم العالم ديالنا الحياه ديالنا اليوميه كتبقى جرانا وما كاينش ديك لا ديسيبلين، لان حنا كنكونو تخي ديسيبلين في البلاطو ولكن في الحياه اليوميه ما عندناش حاجه كتفرض علينا اننا نوضو نكتبو الا ربطناها على راسنا ودرنا راسنا واحد القانون. وباش تنشطش لان اذا ما درتيش راسك واحد القانون صافي كتولي اليوم ازمه الدعم ديالها بعدو الفكره يمكن تبدل يمكن تكون غلطتي عليها بزاف تتبقى قدام الفكره ديالك، لان حنا كنفرنسو بعضياتنا اليوم نهضر على واحد الحاجه غدا نطلع على واحد اخر، يمكن داكشي اللي كنت غادا عليه مع راسي غادا لحاجه اخرى. الوقت كيدوز
وتحب غادي يتسنى غادي يجي لك عليك يقول لك الفيلم ديالك ما كتبتيش راس ما عمرك ما غادي مالك ما خصك تكتبو وتحكي البروجي ديالك وتفرض على راسك باش تخدمو يعني خاص ان مينيموم دو بروفيسيوناليزم اي دو ريغور باش توصل على البروجي ديالك يعني عاد من بعد كتقول له كيفاش الانتاج وكيفاش الفيلم غادي يشوف دونك انا كنظن الكتابه اكثر حاجه يمكن نقول عليها هي لا ديسيبلين ديال الكتابه وشنو الانسان خصو يفرض على راسو باش يكتب وابخي كل واحد كيفاش انا ما نكونش عارفه راسي غادي واحد الوقيته غادي نكتب سيناريو راسي ولكن من بعد ملي نكون خرج اقتنعت بانني محتاجه انا داكشي اللي انا اللي يعني براسي صوتي انا يعني ما يمكنش شي حوايج اللي كي فريمون كحسوني انا دونك ما يقدرش يحيد على انني ندير شي حاجه حبيت انني افناني كنكتبو هنا. لما كتبت السيناريو جاي التنديه ديالي عندي باش تختاري المنتجات انا رجع للفيلم الثاني بنوتي طالع اللي كانت الطريقه ديال الكاستينغ ديالو شويه كوميك لان كنت بنيتو لما ناحيه الكادر لما ناحيه الشكل ديال الفيلم بنيتو دي كونتراديكسيون لا من لا في كل شيء في الكتاب ديالو كامل يعني خصوصا في السيناريو ان البروتاغونيست كتلقى منير ونور هو العائله ديالو طبعا المستوى المادي ديالها زعما عايش واحد فواحد العائله مشتته اولا وعاد ماديا كان عندي مشاكل كبيره مو في عائله متكامله ولا تكون متوازنه وعاوتاني يعني هي كاع عندها كاع بوزيتيف وعندها كاع نيجاتيف وعاوتاني ان ماديا مرتاحه عائله مرتاحه بزاف منير عند واحد صاحبي اللي سميتو صالح اللي طويل بزاف ولكن كان اساسي لان يعني السيناريو كان كوميدي كنت تكتب لصالح دونك بالنسبه لي كان اساسي انه يكون صالح ولكن خصني منير يكون مسال عليه بزاف باش ما يكون فوق كنت في الكادر سي فادير كو يمكن واحد اخر غادي يقول لكم انا كنت كنقلب على ممثل يكون عنده واحد القدره في التمثيل انه يكون عنده واحد انا كنت كيلكو باغ وما كنظنش هذه تكون طريقه اللي كاس الناس يتبعوهم انا يكون عندي فيزوالمون كنت كنتخيل واحد الحوايج كنت باغهم دونك كنت كنقلب الباغ صالح اللي هو عنده تجربه كبيره والجو ديالو ما نحتاجش نتكلم عليه فريمون لي رول برينسيبو ما كنتش كنقلب على شي حاجه في التمثيل اكثر من انها شي حاجه في الشكل وفي النفس ديال الممثلين من بعد قلبت على الناس اللي كوريسبوندو ديك الكريتير اللي كانوا عندي ديال ديك الشخصيات اللي خصهم يكونوا في واحد الشكل كنقلب عليهم لقيت واحد الممثلين تحاورت معاهم صاروا على شكل ما تفهمناش حيت جوستومون كان النفسيه ديالي ما غاديش مع النفسيه ديالو كيفاش كيقلبوا عليه باش يولي انا كنقلب عليه ما تفهمناش تو سامبلومون تلاقينا الطريق الاولى والثانية الوغ كو الاصدقاء ما لو كورون ني با دو تو باسي دونك اتصلت لطيفه حنا قلت لها لطيفه عندي واحد لا دوموند انت استاذه في دارك هاد الاختيار اللي كنقلب عليهم فاجئني ها شنو بغيت هاد لا ترونش داج شوفي لي الطلبه ديالك شي وحده اللي كتعرفهم وسيطري هي تبانسر فيا لان كيلكو باغ راه مكاينش اللي كيعرف الممثلين اكثر من الاستاذ ديالهم اللي كنتعامل معاهم بزاف وهذا صيفط لي بزاف ديال كنت كنتمنى انني ناخذ من ليزافات لان كنت كنقول مع راسي ما كرهتش يكون عندي ما معرفينش ما كرهتش كنت كنتمنى ليكسبيرونس الاولى ديالهم بحال حتى انا ليكسبيرونس الاولى ديالي ودابا كنت جافي ان كوتي تخي لاش انني كنت كنقول مع راسي ديجا غادي نوقف ونوقف اول مره اون بلوس تكون قدامي هرم اللي هي لطيفه بحرام غادي يكون صالح
شكون هادو اللي تاهما كنت خايفه من الشخصيه ديالي انني انا منتشر قدامهم، سورتو كنت باغي شي حوايج بحسيت نقول مع راسي شخصيتي انايا دي فوا كتكون مهزوزه، لان سي فو دو دير بان مخرجين سينمائيين عندهم شخصيه وعندهم عندهم صعاب كانوا يمكن دي فوا كنت يكونوا غير يخبيو واحد الضعف. انا كنت خايفه علي انني موقف البلاطو انني نقلع الناس كلشي اللي كيهضر في الماغ، فكنت مع راسي يمكن اللي كان تاهو جبدو من الاولى غادي يعيشو كاملين كجديدة في الدنيا وغادي كتعطينا شي حوايج اخرى. دونك انا بروبوزي ديك لو كاستينغ طلعت بيهم ديك الساعة لا فزت داكشي اللي اخترت كنسكر شي 20 واحد من بعد درت سيليكسيون من بعد قلت لها هذا البروفيل وهذا البروفيل كومون تو لي تروف عطاتني لي كونتاكت عطاتني جيسبيغي ان هادو من الاساسيين عطاتني لي كونتاكت ديالهم كنكتشف ان جوج هما في سنة ثانية هما شباك كانت اول مرة غادي تنزل وكانت تنشط صحافي سميتها هي ديالها ماشي تنزل تنشط صحافي دونك طلعت بيهم اكتشفت انهم اصدقاء بزاف على رمضانياتهم شي حاجة طلعت كانت تسقيتي ما عمرك باش تلوم كانت تلوم غالية فيها شي حاجة طلعت جو كخوا اون سا دونك لا سي بو سي با لي c'est pas ce que je recherchais avant, c'est eux. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. La vérité, c'est que je me dis qu'ils font vraiment comme une expérience intérieure, un laboratoire. Il y a quelqu'un qui est un point. Le rôle d'Yama Reba Ahlan, c'était une évidence pour moi. Parce que, voilà, il y avait des évidences, mais la recherche, je recherchais certaines choses. La Reba Ahlan, c'est l'Oustada, c'est le rôle du Tanker. تهيا كتقول عندك كانت كتمثلو كتخدم في الأستاذ تخيسي الله يرحمو دونك كيلكو باغ بحال كانت كتشخص ديك الأستاذ كي لا ماختي ما كانش يمكن لي ندخل شي حدا غير من غير وظيفة أحلى اللي كانت أستاذ ديال هذا ماني فيك لا واحد السؤال اللي تطرح لك أكيد غير ما مرة أنا اشتغلت بزاف بختينا في نوري الأبيض والأسود في الأبيض والأسود في الأول ما كانش سيتي با اون ديسيزيون في الاول قبل التورناج مثلا ما كنتش كنخدم فيها من بعد بليس كنخدم في الكوتي تكنيك ديال دونك في الكالي ما عرفتش نشتي ولا لا دي فوا باش نعبر على على بلان اللي كيعيش فيه لو دون فوايو كنت كن جو بلونجي لا سال دون لو نواغ دونك هادي سيتي اون ايدي تيل ديباغ انني غادي ندير لو نواغ فالحركات كانوا لو كاس نوع الصورة كندوزو لو نوار كومبلي وبديت كنخمم مع راسي كنقول كيفاش غادي ندوز من تي ايماج حتى لو نوار دونك سا كومونسي في الاول كنقول تكنيكمون سي ترو بروسك ندوز من لا كولور من داكشي كامل لو نوار دازت كنت يمكن لو نوار اي بلون سا بو اتر اون سي فريمون استيتيك يمكن لو نوار اي بلون لو نوار سي بلو جولي من بعد وليت كنخمم في لابروش ديالي ديال الفيلم ديال المتناقضات وديال الفيلم سميتو في الظلام وديال كنهضرو على الكفوف اي سا ماري كونتاكتي اونكور بلوس دون مون شوا جو سوي دي بان بون لو نوار اي بلون دونك لي زوبوزي دان اوتر كوتي كنهضرو على الكفوف سا سخي بيان انني ملي كندوز لو نوار اي بلون كيلكو باغ راه بحال لي كنركز واحد الحاجة واحد الهانديكاب عندي لي كيتفرج انني نحيد غير لا كولور ديجا بوغ كومونسي كنهضرو على الكفوف انا نحيد لكم غير لا كولور ونشوف النفسية ديالكم كيفاش غادي تأثر عليكم دونك سيتي با باغ ريفيرونس ولا هذا سيتي فغيمون كنت كنخدم مع راسي كل مرة كنزيد واحد ليطاب وكتدفعني لديك لو نوار ايفون لا ريفليكسيون فوالا سيتي بيني وبين راسي حاجة كديني حاجة حاجة كديني حاجة حتى لواحد الوقيتة كنت مع راسي صافي سيتي اون ايفيدونس حاجة أخرى أنني أني جو سوي تخي ميتيكلوز وكل حاجة دوكا لا على السفير ركعت راسي بحال اللي كنقسم ان طابلو لا في لو كادر في كوتي اركيتيكتورال تخي غرافيك في لو كادر ديالي في هذا دونك واحد الوقيتة كنقول مع راسي الالوان ركعت راسي كنقلع لي دو كاين هاد اللون غادي تلبسها شنو المعنى ديالو لان جو كنقول مع راسي في كادر ملي كنحط واحد الحاجه خاصها تكون عندها واحد المعنى من غير القصه وشنو كنعاودو خاصها تكون عندي كنقول حوايج اخرى بالصوره وبالصوت بهذا يعني ما يمكنش اللون يكون غير هابط ما يمكنش نلبسهم غير عند انوك
كل حاجه تخسر كل هذا وبحيث راسي انا ندخل في واحد الدوامه اللي انا راسي ما غاديش نفهم ما بقاش في راسي وانا قلت دونك وي نوغيمون هي احسن حل باش نميتريزي لي زوتي اللي عندي وباش نبون ديك الصوره اللي بغيت دونك فوالا كانت بزاف د الحوايج اللي وصلوني لو نوغيمون ابخي فيا في الكور ميتراج جافي جو ايتي تيلمون انستالي في ديك لو نوغيمون قلت مع علاش نشوف واش سيست جو انفي دو فيغ حيت راسي قلت لها فوالا سي اون ديسيزيون بور موا مي فيلمون ايتخ اون نوغيمون بوركوا با سا روفيان مون كاركتير سا روفيان باليكتي ديال الشيرين اي الحب ديالي للافلام نوغيمون اللي درت بهم حيت انا درت بالسينما المصريه نوغيمون دونك كانت هادي بحال كتجي ما نشوفش من المخاصي بان الانسان اللي كيكون انسان في السينما الانسان مع انسان يعني ماشي اي حاجه كيكون عندها ا بلس بي ايكال سي كتمشي وكتكتشف راسك وحاجه كدير حاجه اخرى وصلت ان مشروع واحد الوقيته قلت مع راسي الاستاذ عندها مشروع سينمائي ديالو لاباز اللي كاينه فيها لو نوغيمون فيها انني في ديكوباج ديالي شاك سيكونس اللي كان كاين ان بروميي رول باغ سيكونس دونك مكاينش شغل شغل اللي كدا شفنا سي دي ديتاي لي سافي باغتي دو موا اي سي مون لونكاج اي سي سكو جي اونفي دو ديفلوبي. Ma dernière question avant de donner la intervention de la salle, c'est ça. J'ai un pour être attendu le cinéma qui est mon ordinateur ou le cinéma. Vous avez vous avez le meilleur, 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 ما عرفتش كنعتبر راسي مناضله ديرنيغمون اللي صرايت نشوفو فورم دي فايم كنشتغل على القوالي كنشتغل على هاد الحل اللي كان كمكينا عندي جوج طرق حياتي في الخدمه كمخرجه وعندي حياتي في وضعيه المراه كنت مع اسمارو واحد الوقيته درت اطلاعها وكنظن بان ما لاكاز ديال السينما هي مناضله ما مازال ما عرفتش شنو هي maintenant un an اللي كيف كنعيش كل نهار كاينش نعاود شي حاجه اخرى ولا شي اللي كنعيش فيها دونك بيسكو كنحس بواحد الظلم وكنتعاد كل نهار باش نشتغل على تغيير القوانين وباش على النضال ونغيرو صورة المرأة ونغيرو نعترفو على وعي المرأة وعلى أننا نعطيو الحر الوضعية نحسنو وضعية المرأة في المجتمع هادشي طفل اللي صافي بختي بوني بماريان كبرت عليه وبديت كنشتغل عليه من صغري واحد الوقيتة صارت بوفلات في خدمتي مي ماشي كندير أفلام باش نعطي واحد أنا كنعاود أبخي لامباكت اللي كاين داكشي اللي عاودتو لامباكت اللي كيكون على اللي كيستقبلو هذيك حاجة أخرى أنا كان جو بار برانسيب السينما هي قصة هي إحساس تبلغك يا إما كنشعر أننا نوصلو يا إما كنشعر أننا منوصلوش ولكن باش نقول قلت علاش درت درت فيلم ينتصر من قضية المرأة ودرت فيلم اللي للاحتفال بهذه او لحل مشكل اللي سمعت هذا انا ما كنقول بان الفيلم راه كيعاود واحد الحاجه ما كتوصلش ما كتوصلش ولكن التراكم اللي كيكون عند الانسان ديال داكشي اللي كيشوف اللي كيقرا وهذا واللي كيعطي عنده واحد ليسبري داناليز باش يوصل الافكار ديالو. اذا ماشي السينمائيه مناضله وانما السينمائيه ومناضله. اكزاكتومون. إذا نفتحوا النقاش مرحبا يمكن خوضي لقيت كل شيء سمية نهيلة السلام عليكم مدام خولة شكرا بزاف على حيت جيتي تبارطاجي معنا ليكسبيريونس ديالك لا كيسيون ديالي هي بارابور الخطوه الاولى في الدومين ديال السينما حنايا كدي جون كنلقاوها صعيبه بزاف
سورتو ملي ما كيكونش عندنا ان بارون. كيفاش كومون تروفي سا شونس؟ Parce que vous voyez, il y a des contacts qui peuvent vous mettre en contact avec des gens qui sont
فون خيمو بروفوكي سا شونس، مي ماشي ماشي في لانفورمال بحال اللي هو اللي كاين، هذيك ما كتصلحش كتبقى هي تضيع وقت، كل ما طلع ربك طلع ربك معروف بان كاين ولكن ما كاينش. باغكوغ اخرى كتلقى عالمو تغدا بعدو كتلقى عندك لي كونتاكت لي واحد النهار شي حد كيعيطو كان عام باغي يطولوش. C'est que comme ça que ça peut marcher. L'informel, parce que je voulais avoir un restaurant, là, ça se passe dans des ateliers, ça se passe. Il y a tellement d'ateliers, les écoles, le cinéma, c'est vraiment provoquer sa chance des rencontres professionnelles et cadrées. C'est le même chez Ali et Isa, c'est le même chez il proposait un stage pour chercher des plats ou une bête, une hache à la hache. كوثر السلام عليكم. بصراحه كيفرحنا بزاف انا نشوف المخرجه اللي كتقاتل واللي متحمسه انها يعني تبرز راسها في الوجوه فتبارك الله عليك. انا فرحت فاش كنت سمعت العنوان ديال الفيلم ديال نور في الظلام، بالصدفة كنت حضرت ليه بوزنيقة فتبارك الله عليك صراحة. كنت في المسرح، كنت كندير مسرح لاتولي كان في علوم التربية، كانت كلمات معانا مريم الزجاري وكانت قالت لي أنا غنيه باش أننا نحضرو، اللي كاينين مشاركين تما في لاتولي يحضرو. كان جاهزنا ترونسبور كان عقل يعني حتى تما كاين العرفان وكان هزنا نيشان بوزنيقة وكنا حضرنا. كانوا قاعد يعني كان عندكم شي مشكل ديال الكاميرا وداكشي، فانا فداكشي ديال يعني التقني، ومع ذلك يعني تقاتلتي وصبرتي فتبارك الله عليك صراحه. انا السؤال ديالي دائما في البدايات ديال اي مخرج كيكون عنده الاشكال ديال المالي، مين يجيب الدعم ولا مين يجيب الفلوس، هذوك الناس باش غادي تخلصيهم ممثلين الناس اللي غادي يكونوا في الكاميرا مان والتقنيين، ف يعني واش انت بديتي يعني من المال ديالك الخاص ولا شكون اللي كان ساعدك معك في هذا الجانب؟ انا غبيت مغني جمع على هذا المشكل تاعي غادي نقول لي طوباش باش نجم معك. غادي نقول لي طوباش باش نجم معك. باش نعرف ديبا دو مونك و
الشغل هذا ما كاين صايب كيخدم ما يمكنش انني نكون من الاول باغا نفهم كيفاش ندير فيلم كيفاش نعمل فلوس وكيفاش انا نتخلص وكيفاش هذا دير فوا واحد الوقيته خاصك تكون عندك انا بريز دو ريسك انا بالنسبه لي هادشي اللي كاين لان حتى ملي كتجي دير بون ميخاج وي اون مارك سي موان دو فير اون ميخاج ويجينا ولاني يوم اونكور موان الا كانت الهدف هو انه نديرو باش يولي عندي يولي هذاك هو مصاريح ديالي باش انني نخرج من ديك الانسان خصو يحصل لو كوتي فيونسي ديالو لو كوتي سينما خصو يبقى كيكو باغ واحد مثل فاس وخصو يكون باش من بعد وحنا ما نخلصش الغرا ملي تفيك الصعوبة ديال انك تلقى الفيونسي باش دير فيلم ملي كتلقاه كتحطو كلو في الفيلم ماشي كتكون عندك واحد الباسيف ديال 6 سنين ولا 7 سنين مثلا كتقاتل ودير سينما شو وهذا 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 ما عندكش ان غوفوني جوج أسئلة. تفضل. السلام عليكم. بغيت نسول على واحد القضية تسمية السؤال بالنسبة لكاين بعض الكونجي اللي تنشوفهم تياخذوا الدعم من عند المركز السينمائي. ولكن انت واش التمويل الدرجه الاولى حيت كاين بعض المخرجين اللي تيعتمدوا على داك الدعم بالضبط ملي ما تيخرجش ليهم تيصافي تيفني البروجي كامل واش بالنسبه لك انت العلاقه ديال المركز السينمائي بصناع السينما اساسا المخرجين يعني خصوصا واش هو الدرجه الاولى علاقه ديال التمويل صافي ما فيهاش ولا شي يمكن خارج عن السينما كتلاقي الدعم لانك كتحتاج لي كوميديا اللي كتبان لي شيخ مي سا بروبليم ماركت السينمائي غانا اني الفيلم ديال دايا يخرج بوست 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 كاين غرامة في الماركت السينمائي انايا الفيلم ديالي والصديق ديالو سي كاين لون بروبليم مانيش واخد الدعم ابخي جو في انا خديت دعم ما بعد الانتاج ملي خديت الجائزة تاع الدعم تاع الانتاج رجع لي شي شويه في زيد ماتنو ملي كنت كنشتغل على الفيلم ديالي غاتبروكسيون كلها درناها غير تلقى غير مصطفى اكشي هذا واحد من الناس اللي خدموا في الفيلم كاين في المهرجانات شحال واحد افلامهم كيصافوا خاص الماركت السينمائي كاين الحفاظ على الافلام الارشيفاج دابا هذه هي الكوتي اللي باين الفلوس الكوتي الفرنسي انا ماشي نهضر على كل ما كانش الدعم زعما ملي كتشوف ديك الشيخ عرفتي ديك الشيخ سهل تخرج 400 مليون تعطى في الفيلم ولا 2000 كيلو 400 مليون الكوتي الفرنسيير ديال الفيلم راه ماشي تسوى والو عليك يلاه شكري فيها هذا المزاولة الناس اش نرجعو لحاجة أخرى ملي كتصوروا مجموعة ما تنسيش على المخرجين ولا السيناريست حيت هذا كاين اللي كيبان حتى الممثلين ما نهضروش عليهم اش نهضرو على الناس بيوت ديور اللي مشيو لهم حيت هاد السينما تما شفنا ملي كيبقاش الدعم ملي ما كتبقاش السينما ملي كيبقاش الدور الغنائي ملي ما كتبقاش الدور الغنائي الاف من الناس راه ساهله تدخل الفلوس ولا هذا ولا هذا الناس كيخدمو ست ايام في السنه عن بعد الطورناج سي سي جو سور سيف Une journée de tournage, c'est 12 heures par jour. Les gens qui ont le niveau financier, parce qu'ils ont le chef de poste, aucune sécurité. En plus, c'est un domaine qui a fait la vie. Ils ont fait la vie. Ce domaine, c'est un mode de vie. Ça y est, le mode de vie, c'est un chef de domaine. Il est vraiment intervenu. Les techniciens ont en plus des coûts. La corona, ça signe, on a une exception. Il y a des gens qui ont 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 des gens لا تحسوا حنا من البلدان القلال اللي عندهم دعم، تنصح نجدها.
لا ندخلوا في ديتاي ديال لاجيستيون كيفاش وحالاش وهذا، مي سي اون شونس دو لافوار. اي لو رول ديالو كبر بزاف من هذا المهرجان، ما كانش واش غادي يكون لي فيستيفال ضروري تما من هذا، يعني بحال تكون هذيك سي لا سانتور دو سيكوريتي السينما بحال اللي كاين الدعم تاع ديال الكتاب تا هو كيتسفع من هذا التعارض بحال اللي بلادنا اون فوا اون بو دير كونيك اسخاوديني سوسان سي كو واحد النهار تقرر ان تعرف الى ما حبيناهاش غنرجعو باسكو الانسان الى ما كانش الى كان الى كان ما كيكونسوميش الطعام ما كيزيدش وحدهم وداو دي لا فرونسي على الكتاب السينما هذا داو دي زوبيراسيون حركة ان لحفاظ على الطعام المغربي. اخر سؤال السلام عليكم. سؤال الأخت مدام خبيرة على التجربة اللي لديك تقدمتي معنا، ولكن شرف لي بأنني نحضر لهذه بأنني تعلمت بزاف العوايد وأن الإنسان ما تيتيبلو لك أنه ممكن أنه مخيط أنه هكذا، ضروري الإنسان عنده قبل عنده واحد سيرودة حياة أو سيرودة عمل اللي فيها واحد العائق، هذيك العائق هو اللي تعطينا واحد الإنتاج، هو اللي تعطينا واحد الإنتاج في المستقبل وتتمنى ونكتب من كل أعماق قلبنا، وإن شاء الله من تونا ونخدمكم في تي في تي في تي في إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. عند بالنسبه ليا كشخص حاضر لهذا الندوه كنشوف بزاف ديال الشباب انهم ملي كيشدوا الباكالوريا ديالهم كيشوفوا الدوم ديال السينما وكيف هذا. انا بالنسبه ليا انا ما عرفتش معاهم هذا الدومين هذا كي انهم كيقدروا يهرسوا راسهم كيهرسوا راسهم بزاف. انه انا تنقول على الشخصيات كنصح الشباب انهم يكتشفوا شي حرفه يتعلموا شي حرفه ان دوم ديال التصوير متشائم بزاف السلام عليكم الاخوان الكرام. نعقب على سي احمد. قلتي علاش غير التمثيل؟ كاين واحد الانسان اللي تيحب هذاك الدومين تفكر جوا في الماديات، هذاك الدومين تيحبو تيحماق عليه، حاجه تيبغيها في الدم ديالو بغا يديرها في حياته، هادشي اللي كاين. وشكرا. انا واحد الحاجه باش نسدو عليك، وكنا كلنا كنلعبو نفس الوقت ونخرجو ميزانوش. كل واحد فرونك شوفين اللي خايب هو ان الانسان يكون هذا وقع عنده شي خاصو يغزلو هذا اللي يكون معاه واقعي. كل واحد فرونك ما تخرجوش ولا تغايبو وهم تيسالو نخليهم كاين لي مات كون ممثل ولا مات نكون بداوي سي باش نفسي لا بوكو حنا كل واحد دماغو كل واحد
عنده واحد الحريه انه يمشي بعد اللي بغاها، وحاجه ما كتمنعش المراه، وملي كتصلحها فهذا ثانيه. وتمشي ماشي التلفون تاعي انا وكتدخل التلفازه او لا سينما او لا هادي صافي سالي شي هنا، لا راه تمشي راه كيبقى معاك في حياتك. تمشي كتقرا سوفت سكيلز، عندك سوفت سكيلز تقراهم في حياتك كيفاش تقدر تتعامل مع بنادم في التمشي اللي تقراهم. الا قريتي في محترف وكاينين شي دراري هنايا راه كاينين خريجين المحترف اللي كاع ما كانوا كاع يقدروا يقولوا كلمه بسبب محترف، ولاو تيخرجوا ويهضروا مع الناس. كان واحد الا كان كيهضر معاك كان كيبدا يدير فحالك، بدا يحرك بدا ينشف بسبب التمشي ما بقاتش فيه هاد. المهم باش نرجع للالا خولة، بغيت على ما شفتك وعلى ما يكونوا شافوك شان الناس كاملين انت شويه سونسيبل، انا بغيت نقول لك واش المورال ديالك كيلعب لك على الكتابه؟ يعني كما قلتي قبيله انك انت دايره واحد الروتين ديال تقدري تخرجي ب 10 الصباح في النهار، واش المورال تيلعب على هاد؟ وشكرا. شنو جات تكتبي؟ Je l'ai aidé, Je ne sais pas, mais ce qu'il y a de mon cœur, mais qu'on vous rassure.